بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اكرمنا يا رب. الله 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 يا
من ربهم ورحمة
خير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
يا ربنا